الإبداع في الإعمار تحت هالشعار أقيم أو أقام معرض ألباسة للإبداع والاختراع ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 59 على مدار الأيام الماضية. كان معنا مشاركين بهالمعرض باختراعات بتأكد استمرار الشباب السوري بالعطاء والتميز. وطبعا هالإبداع ما اقتصر على جانب ما وإنما على مختلف جوانب الإبداع والاختراع سواء الهاردوير أو السوفتوير. أما هلأ ضيوفنا من طلاب جامعة دمشق قسم الهندسة الطبية اللي نالوا جائزة تقدير من معرض الباسة للإبداع والاختراع. الاختراع اللي قدموه هو الساعة الحيوية. طبعا خلينا نقول صباح الخير لحنين أبو فخر، سارة هشام معتوق وعلي كنج والعرجة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم، يسعد صباحكم. يعني عم نحكي عن السماعة الحيوية اللي شاركتوا فيها بالمعرض. حنين خبرينا عنا أكثر، عشو أقيمت هي الفكرة وشو هي السماعة الحيوية؟ أول شيء صباح الخير إلكم، صباح الخير لكني عم بشوفنا بيشكك على صورتنا وشكر إخبارية السورية. السماعة الحيوية كانت عبارة عن سماعة هيدفون تنحط على الرأس، فبأنه صرنا نقيس برامترات الجسم سميناها السماعة الحيوية. برامترات الجسم نحن تم قياسها، هي عبارة عن النبض، نسبة الشبع، الأكسجين بالدم، وخدنا درجة حرارة العين، وخدنا فيديو للعين، كلنا ربطناها مع السماعة وارسلناها عن طريق واي فاي على شاشة إظهار على اللابتوب، واللي برمجناها بطرق برمجة معينة هي السيشار، طلعنا القيم على طريق هاي على اللابتوب. هاي كان مشروعنا عبارة عن السماعة. كمان سارة خبرينا يعني الفكرة كيف بلشت معكم، إنه ليه نحن رح نستخدم السماعة بكل هاي الاستخدامات اللي تفضلت حنين وحكيت عنها. هلا نحن كطلاب هندسة طبية لازم نعمل شيء بفيد ذوي الاحتياجات الخاصة، نقدم شيء بيساعد هالوضع. فنحن ببداية السنة الرابعة كنا عم نفكر نقدم فكرة مميزة، فدورنا بصفحات الانترنت، بحثنا بكذا موقع، لقينا هاي الفكرة مناسبة. يعني كانوا عم يحكوا انه نحن كيف فينا نجمع كل هالبرامترات بجهاز واحد، بحيث انه وقت يتم هالقياس ما يتم بشكل مزعج او يكون في اسلاك توصيل، اذا كنا بغرف عمليات ما يكون في كذا سلك موصول على المريض يسبب إعاقة أو صعوبة بالقياسات والعملية. فعجبتنا هي الفكرة إنه مميزة وقررنا نشتغل عليها وزبطت الحمد لله. يعني علي جمعتوا مقياس الدم والنبض وفيديو للعين، كل هالبرامج جمعتوها بالسماعة الحيوية، ما كان في صعوبة بهذا المجال؟ وانتو يمكن ثلاثة مشاركين، كيف ساعدتوا بعضكم بالأفكار؟ يعني أكيد لا أكيد طبعا الأكيد كان في صعوبات، بس نحن بلشنا فيها ببداية السنة الرابعة، حتى بالصيفية بلشنا بالشغل، كان في توزيع، قسمنا الشغل بين بعضنا، خضعنا لعدة دورات، حسينا حالنا محتاجينها في لغات برمجة إنه ما أخذناها بالجامعة، فكنا محتاجينها، فخضعنا لعدة دورات. انتو أخذتوا جروب لحالكم؟ نعم نحن جروب لحالنا، فكان في تقسيم معين، شخص يشتغل بالبرمجة، شخص بالإرسال، شخص يشتغل بالهارد، إنه كان بدنا عم نشتغل الهارد على إيدنا إنه نربطه بالرأس، فخطرنا الهيدفون إنه ليش ما بنعلقهم على الهيدفون بطريقة معينة ممكن تتناسب، فبلشنا نربط ونغير الأشكال حتى تطلع معنا الشكل، وكل واحد منا اشتغل قسم معين يخبر رفقاته أنا وصلت لهون، أنا اشتغلت 1 2 3، لنكون كلنا ماشيين سوا متابعين نفس الأفكار لخلصنا بتوقيت زمني كنا نحن حاطينه من البداية. كثير حلو، يعني عم نحكي عن اختراع زلم بتعدد الاستعمالات وكثير يمكن بيوفر جهد ووقت لكن في ناحية المادة والسعر، قدي يمكن حطيته بعين الاعتبار هذا الشيء انه ممكن يكون هذا الاختراع بمتناول الجميع وحتى بالمشافي او حتى الاشخاص اذا كان في طريقة علاج معينة داخل المنزل؟ هلا اكيد، هلا نحن اختراعنا بيستخدم بالمنازل وبالمشافي وممكن بدار العجز، يعني مخصص اكثر كونه هو جهاز مراقبة. تمام، والارسال بيتم لنا نحن مثلا واي فاي بدون اي سلكيات وباي غرفه موجوده، والارسال ممكن نحن نبعثه على الايميل، دكتور بيضل متابع الحاله الصحيه، بيعطي انذارات وبيعطي كذا قصه. اما الناحيه الماديه يعني على كل الاجهزه الطبيه معروفه بهذا الثمن، يعني بتقدم الرعايه الصحيه وهذا الشيء مكلف. فاما كمشروع نحن نعرف انه مثلا بلدنا بظرف معين، في كثير قطع معنا متوفره، قطع بنوصي عليها من برا، فكان في تكلفة شوي مادية، بس يعني تعتبر عادية بالنسبة لجهاز طبي عم يقيس هيك بارامترات، فممكن يعني المستقبل يكون انه يكون كلفته اقل من هيك. يعني حنين دائما عم نحكي عن اختراعات الشباب وافكارهم اللي كثير يمكن عم تساعد بفعلا ادخال افكار متطورة حتى على الاجهزة من خلال الاجهزة اللي بين ايديهم. امتى
بنحس انه لازم هي فعلا الافكار انه يتبناها بعض الجهات وتصير متوفره لدى الشرائح المستفيده منها، مثل ما قلنا انه في شرائح مستفيده منها وهي اكثر شيء العجزه، المرضى يلي بتحس دائما بيراقبوا حالتهم الصحيه، وهذا امر مهم يعني لازم يكون. هلا دائما نحن بنطلق من الحاجه، يعني بنشوف حاله الشخص، دائما لازم نحن متوازنين بين الاشخاص، نشوف شو امراضهم شو بيعانوا، فنحن المفروض كهندسه طبيه نشوف لهم علاج لهالحاله. فنحن من اول شيء استقبالنا انه الاشخاص المسنين بمناطق نائيه ما عندهم دور رعايه صحيه، فانه كيف بدهم يعطوا له عندهم مراقبه صحيه؟ ففكرنا بهالجهاز، عطوه متوفر عندهم ببيتهم، بيراقبوا حالتهم، لما تتعدى مثلا طبيعي الغير طبيعي بيرسلوها انه خلص صار لازم هذا الشخص ينتقل من هالمكان على مشفى معين للمراقبه. فنحن انطلقنا من فكره انه نلاقي هدول لازم الاشخاص المسنين، فلازم دائما يكون عندهم رعايه صحيه. فانطلقنا هالفكره دائما. كمان شغله معينه، هلا نحن عرضتوا افكاركم على جهات حكوميه معينه؟ افكارنا هلا امبارح يوم كنا بحفله التكريم حكوا انه كان حكوا بوزارة التجارة وحماية المستهلك، قالوا انه اي انه الوزارة انه حتتبنى اي مشروع بدون اي تكاليف من الشخص وحتحاول تنشطها اقتصاديا. يعني انا ما عملت مشروع اوكي عرضته بالمعرض طيب ماشي وبعدين خلصنا، لا. فكانت خطوة كثير يعني حلوة وجميلة لانه رح تتفعل هالمشاريع، يعني رح نلاقي خطوة ازدهار حلوة. يعني الحمد لله بتحسي انه تعبك ما راح على الفاضي، انا مو اشتغلت شيء وراح هيك، لا ان شاء الله مين بده يتبناه. فكثير مشاريع بتنعرض وبتضل مثلا عندنا مكتب مثلا بالمشاريع عندنا بالجامعه او كذا، بس العالم تيجي بتشاهدها. طب هون انا ما دعمت ما قدمت شيء، فالخطوه امبارح كانت يعني كثير انبسطنا لها فيها لما حكوها. يعني اكيد نحن نتمنى اكيد تلاقوا كل الدعم ويطبق كل، خلينا نقول ما تضل كلياتها وعود، كل شيء يطبق على ارض الواقع. ساره بدي ارجع لك لما نحكي نحن عن اختراعات الشباب من ضمن السماعه الحيويه اللي حضرتكم كان اختراع كثير مميز، طلعتوا شيء على اختراعات ثانيه ولفت نظركم شيء ثاني؟ والله عملنا دورة بمعرض الباسل، كان في اختراعات كثير حلوة ومميزة، لفت نظري اختراع كمان من عندنا من الهندسة الطبية زملائنا عم يقيسوا نسبة السكر بالدم بس بدون أخذ جرعة دموية، يعني من خلال إرسال أمواج ضوئية ريد وإنفراريد عم تنقاس نسبة السكر بالدم. فهي كثير عملية إذا ناس بتخاف من المخزي الإبرة أو هيك، فهي كثير طريقة حلوة ومتطورة. كان في اختراعات تانية، كان في اختراع تشخيص أصوات القلب، يعني نحن من خلال ما نسمع صوت القلب فينا نشخص إذا في أمراض، إذا في علة، إذا في مرض. كان في اختراعات تانية، كان في اختراع جهاز طبي داعم كمان هيك أطراف صناعية، إذا شخص مبتورة إيده كنا يعني في اختراع بيتركب له طرف. فهي اختراعات كثير حلوة ومميزة ومفيدة كمان، يعني خاصة يمكن فرح أنه نحن بسوريا كانت الحرب حتى على القطاع الصحي، لكن بوجود شباب مثلكم يمكن هي الأفكار بتساعد فعلا بسد النقص الموجود بهذا القطاع. خلينا نحكي أنتوا طلاب سنة رابعة، نعم. ما متخرجين لسه، لا. صرنا خامسة، صرتوا خامسة. طيب أوكي، هلأ أنتوا عندكم أفكار وعرضتوها بالمعرض، قدي يمكن هي الخطوة دفعتكم لحتى تبتكروا وتحطوا أفكار جديدة؟ هلا اكيد يعني هلا مثلا الاصدقاء الغير مشاركين بالمعرض انه تحمسوا لهالشيء فانطلقوا بالمشاريع من هلا، فهلا الجهود يعني بعد ما شفنا التكريم الشهادات التقدير اللي اخذناها هي كانت خطوه كثير دافعه، فبلشنا بمشاريعنا الخامسه من هلا، وكنا كل مين نحاول عم يضخم مشروعه عم يحط شغلات جديده ممكن حتى مو مطروحه ابدا، يعني على مستوى العالم افكار ما مطروحه، عم نحاول يعني يزيد البحث لشخص انه الواحد يكون يقدم شيء لبلده يكون مميز على مستوى الجامعه على مستوى اختصاصه، فهي الخطوه كانت كثير كثير كبيره. يعني علي دائما نحن بنقول انه الطموح كثير كبير والشباب دائما عندهم احلام كثير كبيره، بتبدا بخطوه وانتم بلشتوا بهي الخطوه، لكن اذا بدنا نطلع على الواقع يعني 7 سنين حرب، حصار اقتصادي بكل المجالات وحصار على سوريا، خبرنا شو هي الصعوبات يلي ممكن تكون واجهتكم سواء بالمشروع وسواء بدراستكم او اي مشروع انتم عم تشتغلوا عليه. ايه بالضبط، هي حقيقه قلت لك يعني هلا في كثير اشخاص غيروا مشاريعهم بسبب عدم توافر قطع معينه، كانت تجينا متوفرة. هلا ما عاد تتوفر، فصار الشخص يوصي عليها من برا تاخذ المده شهر احيانا شهرين، في رفقات يوصلتهم قطعهم بعد ما خلصنا المشروع. نحن مزومين بالوقت عنده فتره قصيره وفي وقت معين نحن بدنا نقدمه،
فهي صعوبه كثير كانت. ونتوصل القطعه بعد الوقت كمان هي مصيبه. ايه عن جد، فبيضطر الواحد يغير مشروعه او بيكتفي بشيء معين انه ما رح تأدي المشروع بالدقه المطلوبه. يعني احنا اختصاصنا طبيه، الدقه يعني لازم تكون مطلوبة. لانه عم نتعامل مع انسان نحن، فيوم بدنا نشخص لازم نكون دقيقين. اكيد. حنينة، كيف شفتي رده فعل العالم لما كنتوا عم تشرحوا لهم عن هالاختراع؟ وهل حسيتي انه في اقبال، في تفهم، في ناس محتاجه هذا الجهاز ووصلت عليه انه كيف فينا نحصل عليه؟ طبعا هلا نحن الصراحه جينا لهون يعني حسينا بقيمه المشروع، كان في اقبال كثير كبير، كان في ناس تسالنا تحاول تستفسر عن المشروع شو البارامترات. يعني لا بالعكس كان في كثير اهتمام، حتى يعني استنوا لنجربوا لنشرح لهم. وكان في كثير من يعني رؤساء قسمنا اجوا حضرونا، كان في اشراف منهم، كان في دعم كثير منهم كبير، اجوا يحضرونا كل يوم، كانوا يجوا ليشوفوا مدى تقدم مشروعنا. انبسطنا بحضورهم بالعكس، وتعرفنا على اشخاص كثير جداد. وكان بنظرهم شفنا يعني نجاح مشروعنا بنظرهم وبتقييمهم لنا، يعني وبالكلام الحلو كانوا يقولوا لنا اياه دائما. يعني حتى كانوا يضيفوا لنا افكار جديده انه فيكم تعملوا هيك، فيكم تطوروا تسووا هيك، بفيدنا اكثر. يعني عن جد حسينا انه المشروع حلو والحمد لله لا اهتمام كثير كبير. أكيد سارة مثل ما قلتي، يمكن أي عمل بيلاقي الدعم، بيلاقي الإقبال، تشجيع، أكيد هو عمل ومشروع ناجح وممكن ينجح أكثر بالمستقبل. بنهاية حديثنا لليوم بتمنى أكيد الشباب الثلاثة يتوجهوا كل واحد كلمة، إن كان للشباب يلي عم يسمعونا وإن كان للجهات الراعية، لحتى إن كان تتبنى المشروع وتطوره وتشد بإيدكم. نبدأ عندك على هلا. أكيد أول شيء بدنا نشكر أعضاء هيئة التدريسية ودكاترتنا والمشرفين اللي كانوا قائمين عنا وأهالينا اللي دعمونا أكيد. وبنحب وجه كلمة للشباب السوري إنه نحن بعد 7 سنين حرب، الدماء اللي تقدمت، الشهداء لما مات الدفاع عن الوطن، كانت متأملة فينا نحن خير على مختلف شرائحنا، إحنا كمهندسين طبيين، كمهندسين اتصالات، كمهندسين معلوماتية، كأطباء، كمهندسين مدنيين. يعني نحن على عاتقنا المهمة، فلازم يعني نبذل مجهود أكثر ودعم الدولة ودعم يعني فعاليات المحفزة لنا، فلازم ما نخذل أي قطرة دم نزلت يعني بهالبلد. أكيد. تفضلي سارة. هلا أول شيء بتشكركم، بتشكر هالاستضافة الحلوة وكل مين عم يسمعنا، بتشكر أهلي اللي وقفوا معي دائما، بتشكر جامعتنا ضلت معنا للأخير، كانت تساعدنا بأي شيء بنحتاجه، كانت دائما على تواصل معنا، أي شيء تقلنا خبروني. والحمد لله يعني إن شاء الله يكون الكل انبسط منه ونكون عم نفيد هالوطن، لأنه نحن موجودين على هالأرض فإحنا لازم نعمل شيء نفيد هالأرض اللي عايشين عليها. إن شاء الله نكون مسيرة يعني نخلي شيء يتطور، نقدر نساعد هالناس اللي بحاجتنا. نحن كطلاب هندسة طبية مسؤولين، نحن يعني ما فتنا هالفرق عن سدى، لازم نكون قد الشيء اللي فتنا له، نقدر نقدم شيء مهم لهالوطن. أكيد. إن شاء الله. يعني أنا بضم صوتي لصوتهم أكيد، بدي أشكركم وأشكر كل مين حضرنا وأهلي اللي دعمونا وكل مين أثنى وساعدنا بدعم ولو بكلمة حلوة. بدي أشكر أكيد أعضاء الهيئة التدريسية اللي كانت جامعة دمشق، وبدي أشكركم على الاستضافة الحلوة. نحن كمان بدنا نشكركم انكم كنتوا معنا اليوم وكان بدايه صباحنا معكم، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق ونتمنى يوصل صوتكم وتلاقوا الدعم يلي فعلا تستحقوا. شكرا لكم. انا بدي اشكركم، بدي اقول انه افكاركم من ذهب، فيها تميز وابداع، وان شاء الله يا رب هيك بالتوفيق ونشوفها لهي الافكار مطبقه على ارض الواقع ومتاحه بين ايدين الجميع. إن شاء الله. شكرا لوجودكم معنا. فرح بارض المعارف.